عليا وعليكم صراحية فالعمومية لنا وعليكم صراحية سجل يا تاريخنا النضال وسجل يا تاريخنا النضالي ولا نركع للنحن الجبينة ونحن الدور نحن المتاري متابعين جريدة صوت العدالة مباشرة من أمام جامعة فاس وقفة احتجاجية جماهير جماهير تحية للجماهير يا نظام البطالة يا نظام العقلة يا نظام البطالة يا نظام العقلة يا نظام البطالة يا نظام العقلة
المباريات لاحونا في المهملات وخدموا الشيخ شيخ اصحاب الفلوس والباليزات وخدموا الشيخ شيخ اصحاب الفلوس والباليزات وجماهير جماهير تحيه للجماهير منبر صوت العداله على التواجد ديالو علي صوت شكرا لمنبر صوت العداله على التواجد ديالو دائما ودعم النضالات الشعبيه اليوم خرج المعطلون وفاء لبلاغ الصراخ التنسيقيه ديال قسم تونس لحملات الشهاده المعطلون فرافاس بلاغا تؤكد فيه اخبارا على اننا اليوم سنخوض وقفه احتجاجيه امام مجلس جماعه فاس بعد ان خضنا وقفتين اسبوع الفارط يوم الخميس كنا في هذا المكان في الجامعه كذلك يوم الاثنين كنا في مجلس جهات فاس الناس. شنو السبب ديال هذه الوقفه ديالكم؟ سبب الوقفه ديالنا هو تاكيد هذه المجالس المنتخبه على ضروره الوضوح اولا لوعودها التي رفعتها ابان الانتخابات كذلك الاسباب اللي جعلتنا كثير هذا مسؤول على ان للمعطل حق في هذا الوطن لان المعطل من حقه يخدم لن يقبل الايادي او يلعق الاحذيه من حقه يخدم هذا المجلس هذا حاليا على بعد ايام قليله على عقد دورته العاديه غادي يرصد طبيعة الحال احنا عندنا كامل اليقين مبالغ ماليه ضخمه تافهه لاشياء تافهه عوض ان يسطروا في برامجهم او في نقطهم او في جداول اعمالهم نقاط ممكن ان تجد حلا لعطالتنا لن نبرح مكاننا سنخوض وقفات احتجاجيه مسيرات اعتصامات اضرابات طعاميه نحمل المسؤوليه في الجهه اولا لوالي جهه فاس الكناس كممثل لوزاره الداخليه كممثل للمؤسسه الملكيه لان الوالي جهه فاس الكناس اذا تحدث بكلمه يرتعد باقي المسؤولون يجب عليه ان يلتفت الى اشكالنا والى ملفنا خصوصا بعد اننا حطينا ملف طلابي عن السيد الوالي الى حدود الان ولا اجابه الان امام مجلس جماعه فاس سيتحملها مسؤوليته كامله مقبوله الشعارات التي رفع هذا المجلس هو عباره عن تحالف رباعي مشبوه نقولها دائما التحالف كيعطي فرص للشغل كاينه فرص للشغل كاينه حلول لكن توزع بالزبونيه وبالمحسوبيه وعلى البياضق التي كانت ادواتهم في الانتخابات وعلى بلطجيتهم حنا كمعطلين تحملنا ظروف المناخيه القاسيه كنشكروا المناظر الاعلاميه الحره حتى هي كتقاسم معنا هذا العناء هذا فهاد اللحظات من اجل تقيه الاشكال وفاء والتزاما للرساله اللي هزت عاتق ديالها وهي رساله في الراي العام حنا حاليا الشارع نحتج ولا مسؤول واحد قدر يخرج لعنا انت اليوم كعاطل امام جماعه فاس قلتي انك تحمل المسؤوليه لوالي الجهه ولهاد المنتخبين اللي ما قدروش يلقاو لكم حلول شحال دابا ديال الوقت وانتم كديروا هاد المسيرات وكتعانيو عندكم هاد المطالب الحق في المعطلين في المغرب ياتي داب موضوعي الجامعات والشهادات الجامعه المغربيه اللي كتعتمد على السياسه العلميه الفاشله المعطلين راه من قديم الزمن ولكن ما حاولتوش انتم كشباب تلقاو ديروا مشاريع تلقاو فرص طرقتوا ابواب حاولتوا الابواب ابسط الايمان ولا الا بغيتي تقول اضعف الايمان هي السياسه مباراه التفاعل حرمنا منها اين المفر؟ سمعنا ان كاين برنامج انطلاقه اللي داروا صاحب الجلاله اللي غادي يساعد الشباب ما حاولتوش تلقاو الحلول؟ هذيك البرامج انا كنعتبرها من موقعي الشخصي طرقت انا ابواب تحيه في قانون شهاده عليا من اب دعم المشاريع هادشي كله كي كنسميوه بالدارجه العاميه مجرد مفر يعني في الواقع ما كاينش ما كاينش مجرد الا بغيتي تقول بضائع تم استهلاكها ما حاولتوش بطريقه سلميه تواصلوا مع العمده عبد السلام البقالي؟ السيمانه الماضيه شنو كانت ردة الفعل ديالو؟ ما كانش تجاوب مع النواب ديالو كيقيلو غادي جايين حدا مكاكاكات كي عارفه مين كيدوز شي صور يلعب عليك الدور الطبقي ولا ديك القهوه الطبقي اللي جا من السيد الوالي مسؤول رئيس الجهه
مسؤول، المجلس ديال الجماعات فاس مسؤول، عباد الله غير مثلا مؤخرا تدار واحد المشروع ديال حواجز من هذه الخطوه اللي داروا اكتشفوا ان يعني نتوما كتشوفوا الملايير ديال المال العام كتهضر في مشاريع ما غادي في المدينه والو. ما بينش فاس الا ازمه أكيد لاحظنا بأن هذيك المشروع لقى واحد تفاعل كبير وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. حنا كمعطلين هذا النزول ديالنا هنايا عانينا ظروف مناخية كذلك الروائح القمعي الرهيب كذلك هذا على الجانب الأيمن على الجانب الأيسر الباب الخلفي ديال الجماعة الباب الأمامي ديال الجامعة ديال الجماعة اللي كنوقفوا حداه. إجابة اللي كتقدم هي الزرواقات، إجابة اللي كتقدم هي تكسير الجماجم. نحن تجاوز سنون الثلاثين، هذا النزول ديالنا في الشارع ولا سؤال تحسين قبيلة ديال لأن واش الأول خطوة ولا ثاني خطوة، بمجرد ما تم الإعلان على قرارات ديال الموسى اللي تحديد السن في الثلاثين مشينا في المباراة نزلنا للشارع. مشينا في المعركة لم تسقط القرارات، تم تفويتها كنا كنسمعوا في الحملات الانتخابيه ان المنتخبون ديال جهه فاس قدموا وعود كبيره للشباب انهم غيخلقوا لهم فرص شغل. اليوم انتوما كشباب وربما يكون منكم بعض الاشخاص اللي صوتوا على هاد الاشخاص هادو، شنو رده الفعل ديالكم بعد اخذهم المناصب والكراسي ومن بعد انتوما حنا كنشوفوكم دابا تحت الامطار الاحتجاجات متواصله لا على مستوى الطلبة أو أنتم كمعطلون، فاليوم شنو هو إحساسكم؟ إحساسكم بعد انتخابات ومن بعد الوعود اللي تلقيتوها ومن بعد بزاف ديال الأمور اللي كنا كنشوفوها؟ إحساسنا كمعطلين من بعد الوعود اللي تلقيناها هو إحساس بالخذلان، إحساس بالغضب كما كيحسوا باقي المغاربة لأن الانتخابات الشكيلة ديالها الحالية وطبيعة النظام السياسي في المغرب ما غتعطيكش شي حاجة اللي ممكن تقدم لك إجابات واقعية لأن هاد الناس لا شرعية لهم في هاد الانتخابات. الشرعية صناديق الاقتراع صناديق مزورة أولا، ثانيا حسمت بالمال الفاسد، حسمت الانتخابات بالبلطجية، حسمت شنو اللي خلاك تقول انتخابات مزورة؟ انتخابات مزورة راه حنا ولاد الشعب وكنا في المكاتب نراقب وشاركنا في العملية رأينا بأم أعيننا الزوير بالعلالي وتا الفيديوهات ديال الزوير تسربات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وربما حتى من ظهور أمثلة العدالة وقف على فيديوهات اللي كتبين على أن العملية ديال الانتخابات مزورة عن بكرة أبيها من ألفها إلى يائها. ما كنترجوش لهاد الناس أنهم يعطفوا علينا ولا يعطيونا شي حاجة بقدر ما ندعوهم بالالتزام بما هو قانوني بما هو انساني الدرجه الاولى لان المعطلين مختلف الشواهد حصلوا عليها انطلاقا من جد وكذب راهم كيعانوا القمع اضافه للظروف المناخيه ومعركه سخيفه. رساله اخيره من هذا المنبر ديال صوت العداله. رساله اخيره نقول لهذا المجلس كما لباقي المجالس لا المجالس الرسميه ولا المنتخبة لا سلام لا استسلام المعركة إلى الأمام لن نبرح مكاننا لن نبقى مكسوفين أيدي سنصعد فليتحمل المسؤولية من سيتحملها. شكرا جزيلا. غنخدموا لابناء ديال الشعب ديالنا غادي يستمروا في البلاد ديالنا. اي واحد
توظف وخدم اول حاجه غادي يديرها غادي يستثمر في الابنات، غادي ينعش الاسواق، غادي ينعش بزاف ديال الحوايج اللي في البلاد. ما يمكنش حنا واحد الوطنيه واحد الروح الوطنيه فينا، ما يمكنش انك تهزمونا، ما يمكنش تحطمونا، ما يمكنش اننا ضحينا. انا كنحشم انني ندخل العائله ديالي اللي صبرت عليها 15 عام ولا 20 عام ديال القرايه بوليكوبات ترونسبورات وبزاف ديال الحوايج باش انك في التالي تقول لهم راه قصاوني بحيت وصلت 30 سنه. ما يمكنش هادشي ما كيتقبلوش العقل. نجي ويقول لك الكفاءه ويقول لك السن ويقول واش وفرتي لي لهاد التلاميذ باش يوصلوا لكل النقطه اللي بغيتي؟ راه ما يمكنش. تلميذ ما عندوش الملحه ما عندوش النقل وجالس في قسم خايف يطيح عليه السقف، ما يمكنش. بغيتي واحد المساواه؟ فينا هو الموجهين في الادارات الاولية وبالاخص المدارس والثانويات؟ ما كاينش موجه، كنشوف غير مره واحده في العام بحال الحريره ديال الرمضان كما كنقولوا. فينا هو الخلية ديال الانصاف اللي كتراعي الشباب وكتراعي التلاميذ المراهقين؟ شي واحد المراهق ناعس على حبيبي بالتوفيق الله يوفقك، واحد المراهق مسكين ناعس وهو كيفكر في باه كيفاش غيخلص الماء والضو، هادشي لا يعقل. حنا جينا لما كتحملوا المسؤوليه الفشل في هذا الملف، الفشل لهذا الملف ديال هذا الملف هو الحكومه ديالنا ما دام انها وصلت لقبه المرض في البرلمان وانها مسؤوله علينا باش توفر لنا الشغل خاصها تنفذ. حنا دقات شابه، حنا قرينا، الا ما كانتش القرايه ديالنا غتنفعنا علاش غتفتحوا الجامعات؟ علاش غتفتحوا باك ليبر للناس الاخرين اللي عندهم احلام؟ علاش كتزوقوا لنا الحياه باحلام ورديه؟ من الاول قولوا لنا ما عندكم والو في هذا الوطن وحنا غادي نستسلموا. ما يمكنش واحد اللاعب ديال كره القدم 45 دقيقة عنده في الملعب وعنده 8000 درهم ديال مصروف يومي، لا يعقل. حنا ديك 8000 درهم غتشغل جوج ديال المعطلين. ما يمكنش. إلا كانوا كيقولوا الصندوق خلا ماشي حنا اللي خويناه، الصندوق إلا كانت فيهم الروح ديال الوطنية كل واحد يستغل غير على 10% ديال الأجرة ديالو والصندوق غادي يعمل والبطالة ديال المغرب كلهم غادي يخدموا وغادي نعيشوا معنا حتى إثيوبيا وإثيوبيا. هادشي لا يعقل. شكرا لك المهم شوفوا الا كانت شي لقطات ماشي مباشرة من أمام جماعة فاس وقف احتجاجية للطلبة المعطلين ينددون بمطالبهم وحقهم في الشغل. رغم الأمطار والبرد هذا الشيء ما منعش المعطلين باش يجيو ويحتجوا أمام جماعة فاس ويحملوها المسؤولية في الفشل على هذا الملف هذا. تابعتوا معنا الأسبوع اللي فات احتجاج مماثل للطلبة، كذلك اليوم رغم الأمطار والبرد كيف ما كتشوفوا احتجاج أمام جماعة فاس. المعطلين كيقولوا أنهم بعثوا مراسلة للعمدة لكن ما كانش شي رد وما كانش شي تواصل. مطالب بحقهم فرص الشغل وكيف ما كتعرفوا هو حق مشروع لكل معطل. الوضع لا يبشر بخير هنا في العاصمة العلمية مدينة فاس. تتواصل الاحتجاجات والوقفات التي تندد بالحقوق والمطالب ديالهم، فشل وسوء تدبير أشياء كلها كيحملوها المعطلين، كيحملوا مسؤوليتها المنتخبين الجداد اللي ما تعطاوش مع الملف ديالهم بجدية. والمخزن جبد الفلاده.
بارطاجيو معنا هذا اللايف. نحن اموات ونحن احياء، راه غير هياكل عظميه غاديه في الارض، راه ميتين حنايا. حنا التاريخ ديال الصلاحيه ديالنا انتهى شحال هذه، النهار اللي خدينا الشواهد ديالنا وبقينا بيطاليين. استعدوا لما هو أسوأ. البلاد عامره المنتخب حاليا بان المنتخب ديال المغرب راه 20 مليار غادي يخسر، 20 مليار غادي يخسرها. والدايين 5 طن ديال الماكله، تقول عمرهم ما شافوا الماكله، تقول عايشين في المجاعه 5 طن من اجل 20 يوم، هذه لا استمروا للتالي. 5 طن ديال الماكله في حين اننا كنشوفوا ابناء المهمشين في الجبال راه كيموتوا بالبرد والجوع. راه عوض ذاك الاطنان اللي مشات للكاميرون، راه كان خصها تمشي للجبال، راه خصها تمشي للجبال، الناس راه تعاني. 5 طن اللي مشات للكاميرون ما عرفناش كي غايديروا لهذوك الناس، هذوك 30 واحد كاينه تماك، وراه الا قسمتيها بالتساوي عليهم راه غادي تجي واحد 10 كيلو لكل واحد في النهار. واش اللعيبي غياكل 10 كيلو؟ واش غادي انه يلعب كره ولا غادي ما عرف شنو غادي يدير؟ راه هذا راه حنا فاهمين اللعبه كيفاش كاينه، وعارفين الفلوس فين كتخسر، وعارفين الفلوس فين فين كيتم التسويق ديالها، وحنا مازالين معطلين. راه ماشي قدرنا اننا نبقاو في العطاله، راه حتى لك القدر ديالنا غنغيرو باش نكونوا واقعيين. شاء من شاء وابى من ابى، والتاريخ يسجل، يسجل التخاذل ديال المسؤولين امام الصمود ديال ابناء الشعب المعطلين. راه ماشي القدر ديالنا ان يسوقنا واحد امي، واحد ما عندوش ما كيعرفش يكتب حتى الاسم ديالو، وهذا اش من اضافه غيعطي؟ راه ما غيعطي حتى شي اضافه. هاد الامي الذي يسير المجالس راه ما يمكنش انك تنتظر منه غيعطي شي حاجه، راه ما غيعطي والو. ولا ادل على ذلك ما تفتقت به عبقريتهم. احنا شفنا شارع طريق الصفرو كي داير، راه شفنا داك المنعرج اللي كيشبه داك اللعبه ديال السنايك اللي كاينه في نوكيا. راه ما عرفناش هذا الخبير واش كان في كامل القوه العقليه ديالو فاش بغى يخطط انه يصوب داك الكارثه اللي ولاو كيضحكوا علينا. فاس ديال 1214 لسنه ولا واحد صايقها امي. فاس اللي كانت المناره ديال العلم والعلماء ولاو فيها الاميين هما اللي كيسيروها. راه مدينتنا وغنموتوا عليها باش نكونوا واقعيين، المدينه ديالنا وغنموتوا عليها وما غنتنازلوش وما غنخليوش حتى شي واحد انه يهمشها. راه جامعه القرويين راه كان يضرب بها المثل، راه اول جامعه عباد الله واول جامعه في العالم، وفي العالم كانوا كيخرجوا منها اطباء، كيخرجوا منها علماء. فتولت فاس كتفرح لنا الاميين والناس اللي كيسيروا لا علاقه. اي شي واحد راه الا بغيتي تسير مدينه فاس يا اما خصك تكون ضربتي الطب في الفساد ولا ما قارش ولا الطب في الاجرام، تكون شي مجرم خطير مقطع الوراق وما قارش كاع ومدور بيك واحد التوله ديال البلطاجيه كتقول لهم انا كنخلع غير باش نقولوها لهم. وهنا كنعنوا التضامن ديالنا المبدئي ولا مشروط مع الصحفيين اللي تعرضوا للاعتداء حدا الولايه. شكرا على التضامن. راه ما كانش في خبرنا، راه حتى شفنا من بعد لان كتوقف احتجاجي امام الولايه ديالنا، وسمعنا بان الصحفيين تعرضوا من طرف البلطاجيه بحضور قوى ديال الامن اللي المفروض كنقولوا دائما راه تنيتها امن ان توفر الحمايه لاي مواطن كيف ما بغى يكون النوع ديالو، لانهم كيتخلصوا من جيوب دافع الضرائب. هاد الناس هادو اللي اعتدوا كنعلو التضامن ديالنا مع الصحفيين ومع ساكنه ولاد الطيب اللي تعرضت كذلك للاعتداء من طرف البلطاجيه، وكنطالبوا بالمحاكمه ديال الجنات
ولا ارتكبوا داك الفعل الاجرامي، لان هذه ماشي بلاد ديال السيبه وماشي بلاد ديال كل واحد كيدير التكتل ديالو وكل واحد كيدير واحد الكليكه ديالو. راه الشيء راه كنشوفوه فين كنشوفوه، راه كنشوفوه في داك المناطق اللي مازال ما وصلتهاش الحضاره، كل واحد داير الكليكه ديالو وكل واحد باش كيبان انه باطل على الاخرين. راه هذه بلد خصو يحكمها قانون، خصو يحكمها واحد القانون اللي كاملين خصنا يكون يعني كيطبق علينا، ماشي على فئه دون فئه اخرى. واي واحد راه بان ليه بانه راه قوي، راه كنقول مع المعطلين انت دير الاسوء، وراه لا البلطجيه ولا اي واحد كيف ما بغى يكون نوعه غادي يوقفنا عن النضال ديالنا. ونقولوها ونكرروها، راه النهار اللي غايجيو يتعداو علينا حنا راه كنقولوا الامر خلينا منا ليهم، راه ما كنخافوش، ندافعوا على راسنا وقادر اننا ندافعوا على راسنا. لذلك حتى شي واحد، لان وصلتنا اخبار بان البعض كل الحومه راه كيتجمعوا على اساس انهم شي نهار غادي يجوا بالشكل النضالي، وانا كنقول لهم من هذا المنبر راه اللي سلسلت ليه الدبانه انه يجي يوقف قدام اللافته ديال المعطلين، لان راه حتى شي واحد راه الا ما كانش القانون في هذه البلاد راه قادر ناخذوا حقنا بيدين، لان راه وصلتنا الاصدى. ورساله اخرى لواحد الامي، واحد الامي كيسير واحد المقاطعه معينه اللي قال لنا بان المطلب ديال المعطلين ما عندوش علاقه بالجماعه، والجماعه ما كتخدمش وما كتشغلش. كنقول له ايها الامي وسير قرا وسير عرف شنو هي اختصاصات ديال الجماعه المشتركه بينها وبين الدوله، وسير بالضبط الماده 83 87 من القانون ديال 113 على 14 باش تعرف شنو هي الاختصاصات ديالك قبل ما تحل فمك ويعني وتقول بان المعطلين راه واقفين في المكان الخطا. حنا واعيين وعارفين فين واقفين وعارفين شنو كاين، ونحن ننتظر من الدوره المقبله انها تبرمج شي حاجه خاصه بالمعطلين، والا ان النضال هو السبيل ديالنا الاوحد، واننا مجبرين على التصعيد، مكرهين على التصعيد. وتحيه نضاليه عاليه للجميع، ودمنا ودمتم النضال اوفياء. الى هنا ينتهي الشكل النضالي ديالنا، ولن نعود ان شاء الله. واخا تعيا ما تطفي وما تشعل ما تشعل. شكرا متابعين جريده صوت العداله، غادي ننهيو معكم هذا البث على امل تغيير وعلى امل انه يتحرك هذا المجلس بشراكه مع السلطه، مع السلطه الوصيه كيف ما قال المحتج. هناك قانون تنظيمي 113 14 فيه اختصاصات مشتركه، فكنتمناو انه يكون حل قريب عاجل لهاد الشباب اللي في زهره العمر ديالهم، هما اليوم هنا ينددون ويرفضون ويطلبون حقهم في الشغل، هو حق مشروع وواجب على كل مسؤول. شكرا لكل متابعين جريدة صوت العدالة.